السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتنا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم باذن الله الرحمن الرحيم راني مع خويا امين، وين راح يورينا كيفاش نركبوا الشومبرا كوشي. خاوتي خيرنا ندير لكم هذا لو كونتوني، بزاف ناس يحصلوا كيفاش يركبوا لا شومبرا تاعهم. مام خوتنا راح نوري لكم كيفاش ديمونطيو لا شومبرا تاعكم ونهنوكم باذن الله الرحمن الرحيم من هذا المشكل نهائيا. كاين ناس خوتنا دير لو ديميناجمون شاك موا شاك دو موا خوتنا، دونك باذن الله الرحمن الرحيم ما تبقاش نتوما تتصل بالعباد باش يمونطيو لكم ويدومونطيو لكم لا شومبرا. دوكا تولوا تريغلو المشكل تاعكم باذن الله الرحمن الرحيم وحدكم. مام الناس خوتنا الشباب اللي محبين يتعلموا كيفاش يمونطيو لا شومبرا ويدومونطيو لا شومبرا، نقول لهم خوتي شوفوا هذا الفيديو وتعلموا، لانه هذه الحاجه راح نتسحقوها بزاف خوتنا، وراح تعاونكم باش تتحصلوا على فرص عمل خوتنا في محلات تاع الاثاث وبارك الله فيكم. خوتنا كما قال لكم خونا عبد الرزاق، عندنا ابتدي فيديو اليوم على مونتاج ودي مونتاج اون شوم باش ما تسحقوا حتى واحد، يمونطي لكم ولا يدمونطي لكم، ان شاء الله انتم تولوا تعرفوا وديروا كلش وحدكم، يعني واحد ما تسحقوه معكم في هذه هذه يا خوتنا. قبل ما نبدا الفيديو نقول لكم ديروا لنا اعجابات وبارك الله فيكم. خوتنا كيما راكم تشوفوا نبداو بالبا تاع لا غاردروب تاعنا، هذا هو حجر الاساس خوتنا. عندنا فيسز ولا تورنيفيس، معليش اللي عنده تورنيفيس ما كاش مشكل. خوتنا اول حاجه تكون متوفره لا غاردروب تاعنا خوتنا هما لي بولون، اكد لكم على لي بولون خوتنا، ما تخلي حتى بولون يتوضر لك، يعني لي بون تاعو يكونوا كامل حاضرين قدامك وين تخدم وين تحط. تفضلوا خوتنا نبداو بالكوتي، نتبعوا دائما لي فيرور تاعنا، حطوا الكوتي تاعنا في لي فيرور دائما خوتنا هاي، ودائما خوتنا كي نجي نمونطي نهبط المونطي نشد الكوتي معانا ونخدم خوتنا، ماشي نطلق الكوتي يطيح خوتنا، خاش كي تطلق الكوتي راح يطيح لك اوتوماتيك مو يطيح خوتنا، دائما نشدو ونمونطي. عندنا بون الاول خوتنا، ثاني حاجه اللي راح نمونطيوها مع الكوتي هي لابورت بلاكي خوتنا. الناس بزاف عندها مشكل في لابورت بلاكي خوتنا، بورت بلاكي تمونطا مع الرايه اللي راهي مقطعه في الكوتي خوتنا، هاي تمونطي بورت بلاكي تاعك خليها تهبط، رجليها تكون تحت مليح خوتنا، يعني دايما تحاذر على بورت بلاكي باش ما تخرجلكش وباش ما تطرطكش وباش ما تكسرش خوتنا. حاجه ثانيه خوتنا اللي تجي مع كورت بلاكي هي السيفا راسك، عندنا فيريتي خوتنا كيما هذي كاين 4 طاجيرات منا وطاجيرة وحدة هنا، يعني هذي تجي في الوسط خوتنا، هاكو فاهمين؟ يعني هذي السيفا راسي خوتنا كيما راكم تشوفوا هي اللي تجي لهنايا، يعني 4 طاجيرات يقابلوا 4 طاجيرات، نمونطي دايما في كورت بلاكي باش نروح الله فيرير، هاكا خاطري هاي. مونطي عادي تمونطا عادي خوتنا سي باراس، المونطي معانا خوتنا كورت بلاكي تاع الوسط، كاين من جي زوج صغار وواحدة كبيرة، وكاين جي وزوج كبار وواحدة صغيرة، يعني تتميز إلا كانوا زوج كبار يجوا في لي كوتي، وإلا كانوا زوج صغار يجوا ثاني في لي كوتي، يعني دايما الحبة اللي تكون وحدها تجي في الوسط خوتنا، كيما هذي صغيرة عندنا زوج كبار وواحدة صغيرة، هذي تجي في الوسط صغيرة خوتنا. نزيدو خوتنا كيما هنايا عندنا طاجيرة وحدة خوتنا، يعني قابلها الكوتي السيباراسيون اللي تقابلها منا تكون كاينة طاجيرة وحدة، ما تكونش فيها 4 كيما هذا، تبعوا معنا مليح خوتنا لا تتعلموا تسحقوا حتى واحد، دايما المونطي في الكورت بلاكي من تحت باش نمونطي في لافيور خوتنا، ونطبع دايما الكوتي ونزغل الكورت بلاكي معايا باش تدخل في الراية تحت باش ما تطيحش. نزيدو نبدو الكورت بلاكي تاعنا تروازيام، نزيدو نمونطيوها، نزيدو نمونطيو الكوتي تاعنا خوتنا، مازال كوتي دايما نديرو طاجيرات خوتنا 4 باش نقدرو نمونطيو ونفهمو لا غاردروب تاعنا. خوتنا نمونطيو الكوتي تاعنا، انا نفضل فيسوز على تورنيفيس خوتنا، سمحولنا يعني دير فيسوز رابيد وتخدم في غرضك حاجة ما تعرفش. خوتنا كيما راكم تشوفوا معانا بعد ما نوضينا كيما يقولوا حجر الاساس
صار لي كيما دار خاوتي لا بلاتفورم البوطوات دوكا نحطو الاو تاعنا، الاو تاعنا اللي هو الدالر. خاوتنا نطبعو لا كاردروب تاعنا كما راكم تشوفو خاوتنا، ومع هذا حبيت ننبهكم ملاحظه خفيفه كيما يقولو كان نستفادو معاها. كاين دي بينيس سبيسيال يعني يتمونطاو من تحتها تحت لا كاردروب بالمارطو، هادو مصنوعين من البلاستيك خاوتنا، كي تقلب الباط تاعك تمونطيهم كما شفتوا معنا في الفيديو في البدايه، تمونطيهم من تحت يعني هادو كونتر الماء، الماء ما يتوشي لك لا كاردروب تاعك يعني الاتر ما يتوشيش البوا من تحت الاتر ولا بوا روج ولا، ومن طون تنجم تطبعها يعني كيما هذه خاوتنا تنجم تطبعها بكل سهوله، واحد ما يعاونكش خاوتنا ها. وكاين حاجه اخرى خاوتنا، كي تمونطي هكذا لا كاركاس تاع لا كاردروب ننصح خاوتي باش يديروا لي فيس هنا خاوتنا. علاه يديروا لي فيس هنا بين كورت بلاكي وبين الكوتي باش يفيتيو هذاك الفتيح تاع كورت بلاكي خاوتنا، يقول لي راهي فتحت لي كورت بلاكي، راهي عيطني، راهي طيح الشومره، راهي طيح كورت بلاكي، راهي تعاود تخرج خاوتنا. كي دير لي فيس هنايا يعني كورت بلاكي راح تشد مع الكوتي خاوتنا، ماشي راح تفتح، وهذاك راجع الى لاشارج خاوتنا. كي تعمر الشومره تاعك بزاف استنى منها تنحل خاوتنا، الشومره عندها حساب تلفدو خاوتنا، تحط فيها حاجه خفيفه تشد لك تبقى تشارجي عليها وكامل خاوتنا، ما راح دير لك والو خاوتنا. كما راكم تشوفوا خاوتنا دوكا بلاكي كي تجي تمونطي الاو ولا من فوق ما ينحلش ما يصير والو، فهمي خاوتنا. نجيبوا الاو تاعنا كما راكم تشوفوا خاوتنا، الاو تاعنا كيما الانسان كيكون ماشي محترف في هذا العمل ولا ما عندوش خبره يعني ينصح يجيب واحد يعاون، بما اني شويه عندي شويه خبره في هذه الامور ننجم انا نقدر لها وحدي خاوتنا. نجيبو لي بومون تاوعنا خاوتنا، لي بومون المونطيو هادو من الولا لي بومون، يعني ما نزيرش بزاف كي المونطي، ما نزيرش بزاف المونطي دايما بريمير كات فيل الولا. زير الربع تاعك الولا من بعد اتبع خاوتنا، كيما كرة بلاكي ما تكونش طايحة مع الباكيطة تاع لو او تاعك تضرب الكوتي تسقمها خاوتنا، ما تخاف ما والو اضرب اضرب بقوة يعني هكذا تهبط شومر في بلاصتها خاوتنا. كرة بلاكي يهبط راكو فاهمين خاوتنا، تجي لهنا تكمل على لاريال خاوتنا. الان روحوا للبيبان خاوتنا، راه الحاجه الاساس اللي هما البيبان خاوتنا، كيما هذا الموديل تاع لي شومبر فيهم بيبان، فيهم بيبان كوليسون يعني راهي منسلقه خاوتنا، يعني ما فيهم اوكان بروبليم وما فيهم حتى مشاكل خاوتنا. فيهم الكيد يجي فوق اللي يجي واقف يجي مع الرايه الفوقانيه، والروده تجي لتحت دائما عندنا الروده تجي لتحت خاوتنا كيما راكم تشوفوا. نحكم الباب بقوه شويه خاوتنا يعني باش تكون انت مسيطر على الباب تاعك، ما تزرقلكش طيح تكسر ولا خاوتنا راكو فاهمين، يعني نحكم الباب تاعنا الكيد اللي حكينا عليه مقبله يجي لفوق خاوتنا، يجي في الرايه الزوجه، الكيد تاعنا يجي في الرايه الزوجه خاوتنا، والروده تجي من تحت فهني يجي في الرايه الزوجه خاوتنا. كيما راكم تشوفوا انا راني وحدي نخدم فيها، ودائما اكد روحي باللي الروده تجي فوق الرايه خاوتنا باش الروده تمشي والباب ما تكونش لكمش كيما راكم تشوفوا خاوتنا. عندنا الكيد يجي من فوق والروده من تحت خاوتنا. البوالي تاعنا على راهو على الجهه اليسرى، يعني الباب تجي على الجهه اليسرى فهمي خاوتنا، قادر يكون البواني من الجهه اليمنى يعني ما يجيش الباب على الجهه اليمنى راكو فاهمين خاوتنا، راه قالب الكيد ولا راه قالب الروده راكو فاهمين خاوتنا، عندهم بلاصه سبيسيال يطلبوا فيها كيما راكم تشوفوا خاوتنا. الرايه هايليك والروده هايليك خاوتنا، نرفدوا الروده تحط فوق الرايه باه تمشي، يعني كانت هكذايا شوفوا الرايه الروده تمشي فوق هذه الرايه خاوتنا اللي راكم تشوفوا فيها، يعني نرفد الروده ونمطيها في الرايه ها، دوكا راهي تغطات الرايه تسمى الروده راهي فوقها خاوتنا.
خوتنا كملوا الملاحظه تاعنا خوتنا، نزيدوا نجيبوا الباب تاعنا طروازيام نفيريفيو، لقيت دارو فوق والرده تحت دايما خوتنا. هذه الباب خوتنا تجي في الرايه الاولى، راكم فاهمين خوتنا، البيبان الزوج يجوا في الرايه الزوجه وهذه تجي في الرايه الاولى. علاه؟ لانه كان نديرهم كامل في رايه واحده يوليو يقيسوا البيبان ما يمشوش، راكم فاهمين خوتنا، يجوا زوج الداخل وتجي وحده لبرا، على هما يسموهم ابواب منزلقه خوتنا، سيبار البيبان تاعهم فيهم زوج رايات. خوتنا كيما راكم تشوفوا هذه راهي تمشي وهذه راهي تمشي وهذه راهي تمشي خوتنا، يعني دائما الباب ولا زوج بيبان يكونوا سيباري يجوا للفوق وزوج بيبان يجوا لداخل خوتنا باش ما يقيسوش في بعضهم، راكم فاهمين؟ وكان نديروا ربعة بيبان بلاصة واحدة يوليو يقيسوا مع بعضهم ما نجموش من بعد خوتنا. ملاحظة أخرى خوتنا، عندنا الكيك خوتنا، ها نشوفوا بالشمرة، يعني هذا هو ستوبر خوتنا، يعني خوتنا هذا ستوبر كي ديرو الباب تولي تنحلق غير بجهة خوتنا، يعني تيفيتي عليك شوية شوية سيركيلاسيو تاع البيبان خوتنا، يعني ندير ستوبر يعني انا حبيت نحل غير بجهة واحدة تنحل غير بهذه الجهة خوتنا، ومام خوتنا ستوبر ثاني ساعة الناس اللي عندهم ديكالاج في الديار كي تحط زعما شومبرا في بلاصة مايلة تقدر تتسقم شوية واش يبقى دور ستوبر خوتنا باش الباب تولي ما تمشيلكش ما تهبطلكش، كاين اللي عندهم بزاف بيبان يهبطولهم خوتنا، هو حاط شومبرا تاعو نورمال يلقى الباب تاعو تهبط يعاود يرجع عاود تهبط، واش عنده؟ عنده ديكالاج بلا دار دوسو خوتنا، واش يدير؟ يدير ستوبر خوتنا، يدير ستوبر يزيرو يولي عنده ستوبر يفرينيلو الباب تاعو خوتنا. الطاجيرات كيما راكم عارفين هنا انتهينا من لاكاردروب تاعنا خوتنا، نجوزو مباشرة إلى السرير خوتنا، السرير حاجة سهلة مهلة خوتنا، خوتنا نبداو بلولي كروند لوسي تاعنا، خوتنا نزيدو نجيبو لي بوندي تاعنا، نزيدو نبهوكم على لي جود لي خوتنا، هاليكم خوتنا لي جود لي كيفاه يجو، يجو سيباري فيهم دو بولون، وهادو قطعتين، خوتنا. نونطيو لي جيلي تاعنا قريب فلافا تاع بتي دوز تاع بوندلي، ندير لهم دو فيس ولا ثلاثة ولا كيما حبيتو، هاليك خوتنا جيبو لي فيس تاعنا حطوهم قدامنا، نجيبو لي بتي دوسي تاعنا خوتنا كيما راكو تشوفو خوتنا، نبداو بالجهة في غضنا كما راكو تشوفو خاوتنا، أكدكم على حاجة خاوتنا، زيرو غير ليفيس برك تاع البنك، البنك ليفيس تاعو لازم يتزيرو خاوتنا، تزير ميها الفيس باش ميبقالكش هذاك الجيو في البنك خاوتنا. نجيبوا لي طابلو تاعنا خوتنا، نجيبوا نعطيه كلش فين خوتنا، زدنا جبنا كوافيز، هاك تشوفوا كوافيز تجي مونطي خوتنا لي تيروار كامل كلش، حنا نمونطي غير المرايه الفوقانيه يعني اللي تريح بها تشوف فيها روح، راكم فاهمين خوتنا، عندنا دو ترافيرس خوتنا كيما راكم تشوفوا، نجيبوا لي فيس شويه طوال خوتنا كيما راكم تشوفوا، لي فيس يكونوا طوال مليح، الفيس كي مونطي يخرج في البواطا الكوافيز باش يحكم مليح، يعني ما يروحش في الفيد ولا يروح في الزجاجة ولا، دايما كونترولي خوتنا، خوتنا كيما راكم تشوفو، نجيبو المراية تاعنا، نمونطيوها وين كاين لي باكي تاعنا، هاكا خوتنا، نجو لهنايا، دايما نشدو الباكي، دايما نشدوها مع المراية خوتنا، ما نطلقوهاش خاطش كون نطلقوها طيح خوتنا، دايما عندك المراية شادها خوتنا، لأنه زجاج وزجاج كيطيح يدير ديكا خوتنا، نمونطيو الفيس تاعنا في الباكيطة توجور بيحكم المراية خوتنا، نحذركم من الفيس كي يكون عيان راح يطرطق لكم المراية خوتنا، الفيس إذا كان عيان وطويل
يخرج من ايه خوتنا؟ يخرج في الزجاجه، يعني بذلك راه يكسر لكم الزجاجه خوتنا. يعني دائما الفيس يكون سواسوا، يعني يخرج بالباقيطه يدخل في اللوح شويه بزاف خوتنا، ما تخليش يخرج من ايه خوتنا كما راكم تشوفوا. يعني يدخل يزيد يخرج شويه يتمطى في الباقيطه خوتنا. كما راكم تشوفوا خوتنا، شوفوا شويه حاله. خوتنا كما شفتوا لا شومبر تاعنا كانت سهله معنا في المونتاج، كاين بتي تكنيك رفدهم في مخك تنجم تمونطيها وحدك، فهمتوا خوتنا؟ يعني ماشي حاجه صحيبه، حاجه سهله بزاف بزاف. الكوافي سهله في المونتاج، عندك لودينغ، عندك لا كارفون، دير شويه اللي تساعد روحك مونطي كل حاجه في بلاصتها، ما تجيب صوالح تحطهم كامل في بلاصه وما تقعد تريشارشي عليهم، فاهمين خوتنا؟ كل حاجه سيبار باش كي تبدا تمونطي ما تخصك حتى حاجه، تحط لي بولون قدامك لي كوتي كدايا، هاكو فاهمين خوتنا؟ نخلوكم تضربوا لبحه وما نعاودو نولولكم. كما كنتو شفتو خونا امين الله يبارك هناكم من المشكل تاع كيفاش تركبوا شومبره، وانا عارف بلي كاين ناس يوقعوا في مشاكل كيفاش يديمونطيو لا شومبره تاعهم، كاين ناس يديبلاسي وكاين ناس خوتنا يحولوا من منزل لمنزل. دوك نحل لكم البروبليم كاريمو خوتنا مع خونا امين. حاب يقول ابرونشي خويا امين، شكون واعر عمليه التركيب ولا عمليه التفكيك؟ هما عبد الرزاق خويا كل حاجه سهله، كاين شويه لي تكنيك برك لازم يتبعونها في لا فيديو خطوه بخطوه، راح ان شاء الله يولوا من اليوم يولوا يعرفوا نونطي شومره ويعرفوا ديمونطي ان شاء الله. خاوتنا تابعوا لا فيديو خاوتنا، راح نوري لكم خونا امين كيفاش ديمونطي شومره، وبارك الله فيكم خاوتنا. كيما شفتوا القطعه الاولى اللي راح نبداو بها في تفكيك الغرفه تاعنا نفس الشيء، هي لا غاردروب. نبداو بالباب الايسر كما راكم تشوفوا خاوتنا، يعني هذه لا غاردروب تحتوي على عجلات كما راكم تشوفوا خاوتنا. تفرد الباب تاعك وفهمين تخرج الباب وحده، هذا الرود ما عليهم حتى حاجه خوتنا، وكاين دوتر موديل تاع رود خوتنا، يعني تجي فيهم الرايه مكروشه تدخل للداخل، ما تجيش كيما تنحي الباب هذا تخرج، ما تخرجش الروده، يعني لازم تشك يدك الداخل وتطلع الروده باش تخرجها. هذاك نوع مخ داخل راح نحكوا عليه المره الجايه ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا خوتنا نكملوا الباب تاع الوسط، ارفد الباب وخرج، يعني تخرج وحدها خوتنا، ونجوزوا للباب الثالث خوتنا. يعني شوف دائما نقبض قبضه شابه ونطلع الباب ونخرجها، دائما نطلع الباب ونخرج من تحت، نبدا نخرج من تحت ومن بعد نخرج من فوق خوتنا. نزيدو نافونسيو للطاجيره تاعنا خوتنا. دوكا نجوزو للجزء الاهم اللي هو تدخل فيه الفيسوس، اللي عنده فيسوس معليش ينجم يديمونطي، واللي عنده تورني فيس يقدر فاني يديمونطي، يعني هادو راهم لي فيس ماهوش حاجه كبيره. ديمونطي لي بونطون تاعنا فوقانيين كيما راكم تشوفوا. نبداو بالجزء العلوي خوتنا، يعني الجزء الفوقاني هو الاول اللي نجمو نقلعو، نخرجوه نحوه باللي فيه لور تاعو، يعني اللي اختصاص في هذا الامر ما يحتاجش واحد يعاونو، ولكن واحد اخر اللي حاب يديمونطيها في المنزل تاعو لازم واحد يعاونو باش يرفد معاها اللور الفوقاني، زوج يرفدوه ماشي واحد. كيما راكم تشوفوا خاوتنا انا راني وحدي، ها دائما نجي في الوسط هنايا ونديمونطي، دائما نقبض كيليبراج تاع الوسط نقلعو وحدي، ها كيما راكم تشوفوا خاوتنا. المهم انا وحدي نقدر نمونطي من بعد، باش نيا فيه شويه تكنيك خاوتنا. نمروا مباشره لي كوتي، كي نحيو الجزء العلوي تاعنا يسهل كلش خاوتنا. لي كوتي تاعنا خاوتنا نقلعو لهم لي بولون، نجيو منا دائما نجيو منا، نحطو الكود تاعنا على الكوتي ونخرجو من لي فيرور ومن بعدو خاوتنا. خاوتنا ردوا بالكم غير من لي كورت بلاكي تردولكم، يعني كي تنحي الكوتي تاعك انت غير تجي تنحي هو تاع الكورت بلاكي يطرد خوتنا، حذاري من لي كورت بلاكي كيما راك تشوفو خوتنا. شفتو كيف يطيح؟ دايما عندك احتياط دايما. دايما احتياط خوتنا، دايما الكورت بلاكي تشدو معاك دايما كيما راك تشوفو خوتنا. يعني هذا هو الجزء الثاني من الشمرة خويا، ونحاذروا خوتنا راكو تعرفوا
لي بولون خاوتنا تفدوهم دائما تخبوهم في بلاصه يعني ديروا في بالكم بلي راح تلقاوهم المره الجايه ماشي تحوسوا عليهم ما تلقاوهم خاوتنا كاين واحد الملاحظه نقدموها لكم خفيفه على البيبان خاش البيبان هما الوجه تاع لا كاردو خاوتنا نعطيكم لمحه خفيفه كيف تبوزيهم كيف تصاليهم باش ما ينزلحوا لكم ما يصراو لهم والو خاوتنا دائما كاين اللي يجوا فيهم زجاج وكاين اللي يجوا سابل خاوتنا لافاس تجي مع لافاس دائما يعني هذه لافاس تقابلها هذه لافاس يعني دائما لافاس مع لافاس عليها تجي ليس خاوتنا ما تنزلح لا صبيغه لا سلعه لا والو خاوتنا هاديكم هكذا دائما سلفوهم هذا وهنا الزجاج دائما نديروا عليه كورت بلاكي باش ما يتكسرش في لاشارج الزجاج يقابلو كورت بلاكي والبيبان الاخرين لافاس مع لافاس ما يصرى لهم والو والزجاج نديروا له كورت بلاكي خاوتنا خاوتنا على بركه الله نمروا ثاني حاجه في لاشومبر تاعنا واللي هو السرير نحو لي طاب دينوي تاعنا باش ما يجيني بلاش نحو الماطلا بيان سور السومي كيف كيف خاوتنا ما راح يجيني ما والو خاوتنا الحاجه الاولى خاوتنا اللي ندير نوضيوها هو هذا البتي دوسي خاوتنا فيه لي فيرو لي فيرو فيهم لي فيس خاوتنا نقبلو الفيس تاعنا دي مونطيو لي بون الكبار توجور ماشي صغار كي نجيو دي مونطيو البونت لي زاوج خاوتنا ديما نحط كتفنا على بتي دو على كرون دوسي يعني الا راح دي مونطيت وتبرونشي مع البون دي تاعك راح يطيح البتي دوسي عليك نسقمو كرون دوسي تاعنا باش ما يطيحش تكيوه خاوتنا كما شفتو عملية تفكيك السيري تاعنا الآن نمرو للكوافز أسهل حاجة في الشومبرا خاوتنا ندوروها خاوتي كامل ما نتوما تشوفو مليح دي مونتيو لي فيس تاعنا الفوقانيين زيدهم دي مونتيو هذه الجهة الجهة الثانية خاوتنا نشدو معانا المراية تاع الكوافز وبعد نقابلوها منا خاوتنا باش تجينا سهل المرفيد ونحوها نكملو ديمونتي في طرافيرس تاوعنا كيما راكم تشوفو كوافيز راهي بلا مرايا يعني مزيدش ديمونتا ديمونتا منها غير مرايا خوتنا كيما شفتو معانا كان فيديو خفيف على عملية التركيب وتفكيك غرفة نوم حبينا نزيد لكم واحد لاستيس خفيفة للناس باش تحافظ على السلعة تاعها نصح خاوتي بلومبالاج يعني حاجة اللي تفككها واللي ديمونطيها مونبالاج خاوتنا سلعتك تقعد جديدة وما تقيسها حتى حاجة مام الغبار ما يقيسهاش لا بوسيير مام ما تنزلحش حنا نخدمو خدمة بروفيسيونيل خاوتنا كيما راك تشوفو مونبالاج عند كانكاري ما راك خاسر والو كومبالي السلعة تاعك تستفها تشارجيها مليح مام عرفت تشارجيها ولا اتصل بينا في الهاتف حنا نورو لك وننصحوك وما كاش مشكل خويا خاوتنا وبهذا نصل الى ختام هذا الفيديو حبينا نقول لخاوتنا اللي تبعنا تحب اي استفسار ولا تحب تتصل ولا الارقام راهي ظاهره اسفل الشاشه فهمتوا خاوتنا اللي حاب يسقسي اللي حاب يخصو حاجه ولا يعيط ما كاش مشكل ما يحشم ما والو اثر ثقه باستقبال المكالمه تاعكم خاوتنا وريناكم لمحه خفيفه على مونتاج دي مونتاج كما شفتوا خاوتنا اللي حب كيما يقولوا كو في دار ولا ما عرفش ولا يدخل اليوتيوب ولا يشوف هذا الفيديو يلحقوا كامل المعلومات خاوتنا واي استفسار كما قلنا لكم قبيله راه عندنا خاوتنا نشكركم على حسن المتابعه واللي حب حاجه ولا اي حاجه يخليها لنا في الكومونتير حاب يشوف كاش فيديو تاع شومبر بالبيبان ولا بلا بيبان ولا كيفاه نرفدوها كيف ندي شارجيوها كيف اي حاجه يحب يشوفها يتصل بينا واللي يخلينا كومونتير تحتها والسلام عليكم وبارك الله فيكم كاين دوطر موديل تاع لي بيبان اوفرون فاهم تاع لي بيبان تاع لي بورت لي بورت بالربح هاي بصح علاه هذا فيديو انا غير بالربح قلت لك خاصني بحالك واش حاب تقول لي بصح واحد زوج ثلاثة اكشن نسيت كيما كنتو شفتو خاطر ايوا اي راه اي شي ميدو شاك صفر صفر مش هكا لا لا مش هكا طق هكا اي راه واحد زوج ثلاثه اكسيون فور فور شت امبريفيساسيون امبريفيساسيون تاع لقبتها مليح انا فور